أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفرق واضح، القرآن والحديث القدسي من كلام الله، لكن القرآن معجز بألفاظه، والحديث القدسي ليس معجزا. وأيضا الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، فلا يقرأ في الصلاة، أما القرآن فيتعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاة. أيضا الحديث القرآن متواتر تواترا قطعيا، أما الحديث القدسي فمنه ما هو متواتر، ومنه ما هو آحاد، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو موضوع، يدخله ما يدخله ما يدخل على الأسانيد. نعم، في فروق بين القرآن. والفرق بين الحديث القدسي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، وأما الحديث النبوي فمعناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.